تعرضت هذه الزوجة لفاجعة كبيرة، ولكن موقف زوجها أصاب الكثيرين بالدهشة. تزوجت لورا وبرايدن بعد قصة حب وعاشا حياة رومانسية سعيدة، وكانا يخططان لإنجاب أطفال وإقامة مشروعهما الخاص بالتصوير. ولكن قبل أن يمر عام على زواجهما اتخذت الأمور منعطفا قاسيا، فبينما كانت لورا في عملها سقط على رأسها عمود وفقدت الوعي. عندما أفاقت اتصل زملاؤها بزوجها لإبلاغه. كانت لورا طوال الطريق مع رايدن صامتة وتبدو كأنها تائهة. سألها لماذا تبدو هكذا؟ فأجابت بأنها تشعر بدوار فقط. وبمجرد أن وصل للمنزل خلدت للنوم، وعندما استيقظت ظلت تصرخ لأنها لم تتعرف على زوجها وظنته سارقا اقتحم غرفتها. على الفور أخذ برايدن زوجته للمستشفى، وهناك شخص الأطباء حالتها بارتجاج خطير في المخ أدى لفقدانها الذاكرة. نزلت تلك الأخبار على الزوج كالصاعقة، وأدرك أنه أمام مسؤولية كبيرة. ورغم نصيحة الأقارب بالتخلي عنها لأنها لم تعد حبيبته التي عرفها، إلا أنه قرر أن يتمسك بها ويبدأ معا من الصفر مهما بلغت صعوبة الأمر. زادت حالة لورا تدهورا بفقدها القدرة على القراءة والكتابة والتحدث بشكل مترابط، ونسيانها كيفية القيام بأبسط المهام اليومية. أخضع برايدن زوجته لجلسات علاج مكثفة، وكانت تتحسن لكن ببطء. ورغم تحمله صراخها اليومي واكتئابها الشديد، كانت دائما تخبره بأنها لا تعرفه ولا تحبه، الأمر الذي كان يحطم قلبه. لكنه سرعان ما كان يتمالك نفسه ويعود لمساندتها. وبعد أن تحسنت لورا قليلا وتعلمت القراءة والكتابة وكيف تقوم بمهامها اليومية، فاجأت برايدن بطلب الانفصال عنه، ورغم حزنه وافق حتى لا يضغط عليها. بمرور الأيام افتقدت لورا لوجود برايدن بجانبها، وتذكرت كم كان لطيفا وصبورا معها، فهاتفتها وطلبت منه أن يلتقيا، فوافق دون تردد، وظلا يتقابلان كثيرا، وكان أعظم انتصار له كل مرة أن يجعلها تضحك. وبعد عدة أشهر نجح في أن يجعلها تقع في حبه مجددا، وفي ذكرى عيد زواجهما الرابع أقام الحبيبان حفل زفافهما الثاني. شاركنا برأيك، هل تعتقد أن الرجال يتمسكون بمن يحبون أكثر من النساء؟